شكر وتقدير ل القائمين على هذا الملتقى وهذا المؤتمر الذي اليوم المجتمع بحاجة إلى مثل هكذا مؤتمرات. هذه المؤتمرات تعزز من أواصر الأمة الإسلامية الإنسانية، فكل الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية في إيران، كذلك الحضرة الحسينية المقدسة على لم هذا الشمل من علماء الأمة الإسلامية في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. هذه الأربعينية، هذه التظاهرة التي أصبحت اليوم هي حقيقة محط وحدة لكل الأحرار في العالم، لا نقول المسلمين فقط بل لكل الأحرار، وعندما نقول كل الأحرار نعني سنة وشيعة ومسيح وصابئة، الكل يشارك في هذه المظاهرة الكبيرة. اليوم المجتمع بحاجة ماسة إلى لم الشمل، إلى هذه الوحدة، إلى أن لم صفوف المجتمع بعد أن كان المجتمع حقيقة شبه متمزق بسبب الهجمة الصهيونية العالمية التي أرادت من هذا المجتمع أن يكون مجتمعاً متفرقاً بعيد كل البعد عن حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. لذلك الله تبارك وتعالى حذرنا من هذه الفرقة في كتابه العزيز، وعندما خاطب رسوله الكريم بنص القرآن الكريم عندما قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي يا رسول الله إن الذين يفرقون الدين ويكونون جماعات وأحزاب أنت لست منهم في شيء. فعندما نذهب يوم القيامة ونأتي ونقف أمام رسول الله صلى الله عليه وآله والرسول يتبرأ منا، ماذا نقول؟ ماذا عسانا أن نقول والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يتبرأ من هذه الأمة التي تعتقد أنها تنتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فاليوم نحن بحاجة ماسة إلى مثل هكذا مؤتمرات. كلمات طيبة قيلت في هذا المؤتمر، كلمات في رحاب الصحن الحسيني المبارك، حقيقة حركت المشاعر وحركت القلوب وآخت القلوب قبل أن تتآخى الأبدان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم حقيقة هذه الأخوة الصادقة بين جميع من ينتمي إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحسين هو أبا الأحرار، فكل حر في هذا العالم عليه أن ينتمي إلى هذه المدرسة العظيمة المباركة، مدرسة الإمام الحسين. وأسف مع ذلك أن الدول الإسلامية على مشاهدة هذه الجنايات الأخيرة الفظيعة لم تعزم على أي إقدام قبال النظام الصهيوني الإسرائيلي. ومن المؤسف أنه بينما يضع أئمة الكفر خلافاتهم جانبا ويتحدون دفاعا عن الإبادة الجماعية الإسرائيلية المجرمة، فإن الأمة الإسلامية تحترق بنار الانقسام. ومن المؤكد أنه لو كانت الأمة الإسلامية موحدة فلن يكون لدى الأعداء الشجاعة أبدا للسماح بمثل هذه الأعمال الوحشية ضد المسلمين. والنقطة الجديرة بالذكر هي أن شعوب العالم كافة وخاصة الشباب والطلاب والمثقفين وأساتذة الجامعات أصبحون يدركون وحشية إسرائيل وأدانوا ذلك النظام الإجرامي بشتى الطرق. ولكن للأسف كما ذكرنا لا تزال العديد من الحكومات العربية الإسلامية في حالة من الإهمال والدفاع عن الصهاينة، لقد باعوا دينهم لدنياهم وخانوا دين الإسلام. وهناك مسألة أخرى تجدر الإشارة إليها، وهي موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من القضية الفلسطينية. وبالفعل تعرف إيران في العصر الحالي بأنها أهم وأقوى مدافع عن فلسطين وخصم للنظام الإسرائيلي المزيف. وأتمنى أن تقف الحكومات الإسلامية والعربية الأخرى مثل إيران إلى جانب فلسطين وتفتخر بها العالم الإسلامي. كما شاهدتم هذا المؤتمر الذي يجسد المحبة والولاء لأهل البيت عليهم السلام، لا سيما في حضرة الإمام الحسين عليه السلام. طبعا مهما يعني تعمق الباحث، مهما درس،
مهما تأمل في البحث في العلم في المعرفة، فأهل البيت حقيقة مظهر من مظاهر مصاديق الجامعة المحمدية والمدرسة المحمدية، جامعة الإصلاح في هذه الأرض. وهذا المؤتمر يسلط الضوء على يعني أتباع الإمام الحسين، عشاق الإمام الحسين من كل المذاهب والمدارس والطوائف، بل من كل القوميات. الشافعي لديه أبيات جميلة يقول: وقالوا ما بال النصارى تحبهم وأهل النهى من أعرب وعاجم، قلت إني لأحسب حبهم سرى في قلوب الخلق حتى البهائم. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول مولانا في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. المودة في قلوبنا للإمام الحسين عليه السلام هي لأنه من المؤمنين، والمودة في قلوبنا للإمام الحسين عليه السلام لأنه من الطاهرين، والمودة في قلوبنا للإمام الحسين عليه السلام لأنه من أهل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أمرنا الله بمحبتهم واتباعهم وولائهم والاقتداء بمنهجهم الذي هو منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هناك مشاركات عديدة من العراق ومن خارجه من دول عربية وإسلامية، وهذه المشاركات بعمومها هي حقيقة تجسد تلك المحبة العالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أهل البيت خيمة جامعة لكل المعارف، وخيمة جامعة لكل القيم والمبادئ، ليس خيمة لمذهب دون آخر أو لطائفة دون أخرى، بل هي لكل بني البشر. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هذه الآية الكريمة من كتاب الله عز وجل تبين لنا سنة ربانية ثابتة، سنة خلقها الله عز وجل في هذا الكون. هذه السنة تتميز بالثبات وبالتجدد عبر الأزمان، لأنه وللأسف المسيرة البشرية تسير في خط الانحراف. في قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، والاستثناء في هذه المسيرة هي للذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذه السنة الكونية خلقها الله ليميز عباده الصالحين، ليعلم الله الذين آمنوا. فكمال الإيمان في أن يكون الإنسان في الجانب الصحيح من التاريخ، عندما يتطلب منك أو تطلب منك تلك اللحظة التاريخية الموقف الصائب، ترتقي بهذا الموقف الصائب وتجتاز الاختبار لتكون في صف الذين آمنوا ممن اكتمل إيمانهم. فأصل الإيمان مجرداً هو ما يحمله الإنسان في عقله في تصوره للحياة وللكون، ولكن كمال الإيمان ليس سهلاً. كمال الإيمان يمر عبر هذا القرح الذي هو في اللغة الجراح أو الموت التي تصيب الإنسان، بمعنى أن يتحمل الإنسان ما يجب أن أو ما تفرضه عليه تلك اللحظة ليقول كلمة الصدق، وليكون ثابتا، ليكون من عباد الله المؤمنين.
خب اربعین یه فرصتی است برای هم آشنایی امت اسلامی با هم، هم به عنوان یک حرکت فرهنگی که پیشران تمدن اسلامی است، وحدت، همبستگی پیش نیاز این تمدنی بودن هست. به همین دلیل از این فرصت استفاده کردیم با همکاری عتبه حسینی این همایش را با حضور جمعی از علمای اهل سنت و شیعه از کشورهای مختلف تشکیل دادیم که به بیان دیدگاهاشون، نظراتشون، راهکارها برای تقویت این همبستگی که ضرورت و پیش نیاز وحدت و همبستگی امت اسلامی است پرداختن که مباحث خوبی تر شد. خود این دور هم نشستن یک فرصتی ایجاد کرد که ارتباطات بیشتر بشه و بتونیم از این حرکت بزرگ اربعین در حمایت از هم مردم مظلوم غزه و هم رفع مشکلات جهان اسلام و هم همدلی بیشتر امت اسلامی استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طبعا هذا المؤتمر يؤلف المحبة بين الشيعة وإخواننا أهل العامة، فله نتائج مثمرة، وطبعا في المستقبل إن شاء الله سنرى فيها هذه النتائج. فأكدنا أن يكون هذا المؤتمر في العتبة الحسينية المباركة بيننا وبين إخواننا أهل العامة، ويكون دعما إن شاء الله مع هناك وجهات النظر المختلفة، يكون في الجمع ودعما لإخواننا في الغزة أهل العزة إن شاء الله، ونرى إن شاء الله الثمرة والحركة المتحركة للأمة الإسلامية في المستقبل القريب إن شاء الله بعون الله. اليوم لم تعد إسرائيل كما كانت قبل 7 أكتوبر ولن تعود. من بعد 7 أكتوبر لن تكون أمريكا كما كانت قبل 7 أكتوبر. من بعد 7 أكتوبر لن تكون أوروبا التي تدعم الظلمة من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة، لن تكون كما هي من بعد 7 من أكتوبر، لن تكون. العالم تغير وصار خطا جديدا، كما رسم الإمام الحسين عليه السلام خطا جديدا، اليوم ترسم غزة خطا جديدا. اليوم نرى أن كلكم رأيتم وكلكم تابعتم أن شخص من جيش النخبة في الولايات المتحدة الأمريكية يحرق نفسه أمام السفارة الأمريكية، أمام السفارة الإسرائيلية عفوا. ما الذي دفع هذا الشخص؟ دفعه أن إنسانية المقاوم وحقه في العيش وحقه في رفض الظلم هو الذي أيقظ تلك الإنسانية في ذلك الشخص. لذلك عندما تحدث الشيخ على أن الإمام الحسين هو شخصية عالمية، ندرك هذا عندما نفهم هذا البعد. كل العالم اليوم ينتظر من يحرره. كل المسيرات التي رأيناها في أوروبا من قبل الشعوب والتي كانت تقمع من جهة الحكام، كل هذا الأمر ما تحرك إلا عندما حركت هذه المقاومة في أرض فلسطين، حركت مشاعر عودة الإنسانية وطلب الحرية، طلب الإصلاح في الحياة. هذا المنهج سادة العلماء، سادة الأفاضل، من أحبكم ومن أنقل لكم سلام أهلكم في فلسطين، ينتظرون منكم كيف تجسدون قيم القرآن وقيم السيرة النبوية في من تربون، كيف تجسدونها ثم تجعلون منها حركة في التاريخ والواقع، حركة تغيير، حركة تستطيع أن تقول في الوقت المناسب هيهات منا الذلة بلغة عصرية. في أيام سفر الخير الذي فيه مناسبة ذكرى زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام، نشهد مؤتمرا دوليا عالميا يحضر فيه علماء الأمة الإسلامية
الذي أقيم من قبل مركز كربلاء للدراسات الاستراتيجية وبالتعاون مع اللجنة الثقافية التعليمية التابعة لمكتب السيد القائد الخامنئي الله يحفظه في الجمهورية الإسلامية. وهذا المؤتمر أقيم في ضريح مولاي الإمام الحسين عليه السلام، وهي رسالة واضحة وبينة إلى كل العالم الإسلامي أن أبناء الأمة الإسلامية هم موحدون متكاتفون متعاضدون تحت خيمة الإسلام ورايتها ورمز مقاومتها سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. لذا رأينا اليوم علماء السنة بكل أطيافهم وبكل أصنافهم، ورأينا أيضا الأخوة المسلمين من تونس، من جمهورية الجزائر، من لبنان، من سوريا، من فلسطين، أتوا حضروا هنا في مرقد سيد الشهداء يعبرون عن وحدتهم تكاتفهم تعاضدهم مع أخوتهم المسلمين في العراق. اليوم المؤتمر يرسل رسالة واضحة إلى كل الأعداء، سيما إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أبناء المقاومة الإسلامية. يا أبناء المقاومة الإسلامية في المنطقة، نحن كعلماء ظهيرون لكم في إدارة ملف في المجتمع الإسلامي، وأننا نسعى جاهدين على أن ننزل للمجتمع الإسلامي ونتحدث مع أبناء الأمة الإسلامية. نحن متكاتفون متعاضدون متوحدون، ولا تغريكم هذه الإعلام المضل بأن أبناء الإسلام متفرقون وخصوصا علماءهم. فليأتي الإعلام وينظر ها هنا كيف اجتمع علماء الأمة الإسلامية وعبروا عن وحدتهم وتكاتفهم تحت راية الإسلام وفي ضريح سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. وأيضا الرسالة إلى كل الأعداء، سيما محور العدو المقاومة، محور أمريكا وإسرائيل، الذي واقعا يقف بالضد لأبناء الأمة الإسلامية ويقف بالضد لأبناء المقاومة الإسلامية. كيف أن أهل الأمة الإسلامية وقفوا بالضد إلى ضد الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل، وكيف حقق هذا المحور من علماء الأمة الإسلامية نجاحا، وأن المؤتمر حقق نجاحا باهرا لله الحمد. أجد نفسي غارقا في بحر الآداب والمعرفة في مثل هذه الكلمات التي طرحت وتكلم بها الإخوة جزاهم الله خيرا، وإنما جئت لكي أسجل اسمي ويتسجل في ضمن من تحدث عن مولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بدقائق معدودة وقصيرة أشير حتى لا يكون تكرارا فيما تحدث عنه الإخوة، أشير إلى جانب آخر، جانب المعرفة. من موارد معرفة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأنه له الشخصية الجامعة، له الشخصية الأممية، الذي تفرد من بين الجميع. أولاً في ساحته الخاصة في كربلاء كان أممياً، وكان قد اشترك مع أبي عبد الله الحسين في هذه الساحة الشريفة التي نحن بجوارها. من مختلف الأطياف والاتجاهات والأذواق والأديان، أحد الكتاب له كتاب أنصار أصحاب الرسول في أنصار ابن البتول، هو عد 30 شخصية من أصحاب رسول الله
استشهدوا في كربلاء مع أبي عبد الله الحسين، لم يسلط الضوء عليهم بشكل جيد. ثم بعد سنوات رأيته قال: أنا بحثت كتبت 30 بعد. على كل حال أردت الإشارة إلى أن جهة الأممية في جذب النفوس والأشخاص إليه في كربلاء بمختلف الاتجاهات. الثاني من كتب عنه، سألت أحد الأشخاص من مسؤولي المؤسسات التي تكتب عن أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه: كم عندك كتاب؟ كم جمعت من الكتب عن أبي عبد الله الحسين؟ قال: جمعت 12,000 كتابا في أبي عبد الله الحسين، وهو ألف موسوعة تربو على 1,000 مجلد، والآن طبع منها أكثر من 130 تقريبا. والذين كتبوا عن أبي عبد الله الحسين في هذه الكتب من مختلف الاتجاهات والمذاهب والأديان وبمختلف اللغات، بنحو الإجمال ده أذكر هذا المعنى.